سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي. بالنسبه اللي مازال ما اشترك عندي، كانت نتمنى ان شاء الله تشتركوا معايا في قناتي وتفعلوا الجرس وباش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ودعموني بلايكات. بالنسبه اللي مشارك معايا راه يدير لي لايك الا عجبو الفيديو. عندنا اليوم ماسك رائع للقدمين، ترطيب القدمين وتبيضهم ايضا. احنا عارفين ان كنا في وقت البرد كتكون لابو ناشفه واحيانا كتظهر بعض التشققات. هذا الماسك هذا غادي يساعدنا على الترطيب وغادي يساعدنا على تبيض القدمين، ولكن خصنا نطبقوه بشروطه. هذا عندنا غنستعملوا صابون الحجره، يعني صابون اللي ما فيهش الرائحه. كناخذوه كنخلطوه مع الحامض، وكنخلطوه مع الحامض وعندنا وكنخلطوه مع الزيت. الطريقه ان كناخذوا صابون الحجره هو الاول، وكنضيفو عليه كاس ديال الحامض، كاس ما كاملش ديال الحامض. ومن بعد كنمشيو كنذوبوهم في حمام مائي، يعني حمام مريم كما يسمى، كنذوبو حتى كيولي بحال كريم. من بعد ما كنذوبو صابون ديال المنجل او اي صابون عندنا ما فيهش الرائحه مع الحامض في حمام مريم او حمام مائي، كنحصلوا على واحد العجينه، القوام ديالها كيكون بحال شكل العجين. كناخذوه وكنزيدوا عليه داك نصف كاس ديال زيت المائده، وكنحاولوا اننا نبقاو نخلطوا حتى كيتجانس داك العجين ديال الصابون مع نصف كاس من الزيت النباتيه. فاش كنحاولوا انهم نردوها بحال كريم، نحاولوا نجانسوها كترجع بحال كريم بحال هكا. واخا تشوفها في هاد الحبيبات، راه فاش كت انا نستاه درتو، فاش كديروه في لا نوريكم، فاش كديروه في لابو ها نتوما، راه ما كيبقاش كتمتصوا البشره، ما كيبقاش كيولي بحال درتي اي كريم، كيولي كريم طبيعي. ها نتوما كيشربوا البشره كيولي كما قلت لكم بحال دهنتو بشي كريم تماما، وكتمتصوا البشره مزيان. غير نصيحه، فاش تبغيو ديروه حاولوا ما امكن انكم تكونوا رجلين مغسولين ونقيين مزيان يعني، وعاد نديرو ابخي نديرو عليهم واحد بلاستيكات، ومن بعد كنديرو التقاشر وكنخليوه مده قد ما قدينا نخليوه راه مزيان، لانه ما في حتى شي حاجه مضره. ممكن تباتوا به، ممكن المره اللي كتشقى في الدار ديرو ودير البلاستيكه ودير تقشرات عليها وتشقى حتى تسالي في الاخر. في الاخر كتمشي كتغسليه سواء ديك المحكدة ديال القدام او تغسليه غير عادي بصابون عادي، وابخي كدهنيه بفازلين وصافي. هذا هو الماسك، زوين الترطيب والتبييض مع المده، كيبانو رجلين بيضين. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفه اليوم او ماسك اليوم، وشكرا.